يسعد صباحك ست الكل. وصباحك حبيبي، ما بحس بالصبح غير لشوفك وادعي لك الله يرضى عليك ويسعدك على طول. شكرا ست الكل، راح اجمع الديوان اليوم، قلت بخبرك قبل ما اخبر الباشوات. محمد بيري باشا اليوم ترك منصب الوزير الاعظم. عن جد؟ مو خبري هي. ابوك المرحوم السلطان سليم كان يحبه كثير لبيري باشا، هاي خساره كبيره، كان صادق ومخلص لدولتنا. يا ريت لو بقي بهالمنصب. بيري باشا كبر وتعب وصار بدنا شب لهالمنصب. عينت شخص فيه يطلع بالحملات معي وعنده همة أكتر من بيري باشا بكتير. أنا اخترت إبراهيم ليكون الوزير الأعظم. إبراهيم البيرجلي؟ أكيد هو شاب ذكي ومخلص وإله مستقبل حلو، بس الخبرة مسألة كتير مهمة لهالمنصب، وما بتصور إنه يقدر يكون قد هالحمل. بس إبراهيم في عنده خبرة كبيرة كتير بتفاصيل الدولة العليا، لا تتسرعي بحكمك عليه، لو كان ما بيستاهل ما منحته هذا المنصب. سلطانة خير؟ قالوا لي بدك تشوفيني. شوفي سلطانة. صحيح، هلأ اتذكرت، بس عقلي طار من وش الصبح. شوفي سلطانة احكي. شكراً صادقة، فيك تروحي هلأ. إجا السلطان الصبح وحكاني بموضوع بخص إبراهيم باشا. إبراهيم ما بقى هلأ مسؤول الجناح الملكي، أخوك عينه الوزير الأعظم للدولة العثمانية العلية. ما مصدق هالحكي. ايه، وقت اجا وقال لي اندهشت مثلك، شي ما بيتصدق، ما هيك؟ عن جد شي بحير. لازم تتعلم يا مصطفى، لانك بس تكبر رح تصير سلطان، يعني هيك من الصبح تكون كسلان وتعبان عن جد مو معقول. بس انا راسي عم يجعني ماما. ليش، من امتى الصغار بيوجعن راسهم؟ ما بصير تهمل دراستك ابدا، بكره بس تكبر بيقولوا عنك جاهل، رح تكون السلطان، والسلطان ضروري إنه يتعلم. بس يرجع الأستاذ شلبي بيدرسني بروح، هذا الأستاذ الجديد ما بضحك أبداً وما بيلعب معي بنوب. الأستاذ شلبي مريض كتير هلأ، بس يطيب رح يرجع يدرسك. يلا بسرعة، كوسر رح توصلك لعنده. يلا حبيبي. بيكون السلطان شاف إنه مناسب، الله يوفقه. مولاتي كيف صحتك؟ وأنتي سلطانة منيحة؟ منشكر الله. أخي السلطان عين إبراهيم الوزير الأعظم للدولة، وبيري باشا ترك منصبه. مولاي معه حق، إبراهيم بيتحمل مسؤولية وحيكون أكيد قد هالمنصب. شو يلي عم اسمعه؟ فجأة صرتوا عم تهتموا بأمور الدولة وسياستها؟ طالما هيك شاركوا باجتماع الديوان. هيام خانم؟ مو خانم يا فريال، السلطانة هيام، ومن اليوم ورايح هيك بتناديلي. تأمري سلطاني هيام. سمعتي شو اللي صاير؟ شو صاير؟ ناهي الدوران عاملة شي؟ مسؤول الجناح الملكي إبراهيم باشا بطل يشتغل هالشغلة. كتير حلو هالخبر، يعني السلطان أخيراً طرده؟ ما طرده، بالعكس رفعوا درجة. كيف يعني؟ ارتفع لرتبة وزير أول، يعني صار الشخص الثاني بعد فخامة السلطان، صار الوزير الأعظم.
خديها لجوا بركي بتنام. وجعني راسي. ما رح تنام لأنها ممغوصة. شفت يا محمد؟ ما حسبت هالحساب. إبراهيم صار وزير ومن البشوات. هاد رح يقوي كتير. من اليوم ما عاد في راحة بنوم. خديجة، ليش مكومي كل هالتياب قدامك؟ شو بدي ساوي؟ ما بعرف شو بدي ساوي. شوي ببكي وشوي بضحك. انتي لازم تفرحي يا خديجة، إبراهيم صار وزير قد الدنيا. ونحن اللي كنا مفكرين انه راسه رح يطير، قام ترفع وصار الوزير الاعظم. مو قال لك انه هو رح يلاقي الحل؟ ما تاكلي هم، الحل موجود. لا تفقدي الامل، قصتكم صارت اسهل. سلطانة، شو عرفتي؟ إبراهيم مسؤول الجناح الملكي صار وزير. عرفت. شو المهم بالموضوع؟ ما فهمت عليكي. يعني أنتي مانك مبسوطة؟ إبراهيم ما عاد إلي علاقة فيه. أنا انخطبت وكل يومين ورح أتزوج. صحيت أمك هيك عم بيقول، بس الحكي مو طالع من قلبك. هيام خانو، الخياطة ناطرة السلطانة خديجة، نحن لازم نروح. طيب، عراحتكم. بس قبل ما أروح بدي أقول لك شي يا سلطانة، أنا كتير بحبك وبتمنى لك السعادة مع إبراهيم. تفضل، اجاني عسل جديد، ذوقه. ما رح تلاقي اطيب منه بالسوق كله. والله مزبوط، املي كيلو وبالرجعه باخده. تفضل خود يا ملك البلغار، هيك منيح؟ كثير منيح، شكرا. اليوم الصبح بعت منه للقصر. بعتهم للوزير الاول؟ بيري باشا عنده مزارع بسيليوري، شو بده بعسل ناس درويش مثلنا؟ بيري باشا ما عاد الوزير الأول، ليش أنتوا ما دريتوا بالخبر؟ مسؤول الجناح الملكي هو اللي صار وزير، يعني إبراهيم باشا صار الأقرب للسلطان. يلا يعطيك العافية يا ملك البلغار. سمعتوا آخر الأخبار؟ بيري باشا طار من منصبه وبطل الوزير الأول. واحذروا مين يلي إجا محله، واحد مو عثماني. إبراهيم باشا، مسؤول الجناح الملكي صار الوزير. هي. كأنه مو عاجبك يا رامز البلغاري. إبراهيم البرغلي بيليق بمنصب الوزير الأعظم. إيه، كل الناس هون بتحبه. الله يوفقه ويطول لنا بعمره، وإن شاء الله هذا المنصب الجديد يكون خير لجميع الناس. آمين آمين آمين. هلأ إبراهيم يلي صار وزير مو صاحبه؟ إيه، يعني أنت من اليوم صرت مدعوم يا نصوح. شو بدك بهالحكي؟ إبراهيم باشا رح يدعم الدولة العالية وبكرة رح تشوف إن شاء الله. بوشيش هي على الحظ.